شكرا سيد الرئيس. على كل حال ما غنكونش بحاجة إلى التذكير بالالتزامات ديالكم لا كأحزاب في برامج انتخابية ولا كحكومة. يكفي أن السيد رئيس الحكومة لما جاء وعلن على أنه ينوي يعني جعل الشوط الثاني من الولاية مخصص لأولوية التشغيل كدليل على الاعتراف بأنه السياسة ديال الحكومة في هذا المجال أعطت نتائج كارثية. سيد رئيس سيد الوزير اسمحوا لي ربط القضية ديال البطالة في وسط القرار بمشكل الجفاف، نرجع للتقرير الاقتصادي اللي جاء مرفق بقانون المالية 2025 كأكد على أنه النسبة ديال البطالة في وسط قراوي في تناقص مستمر في الوقت اللي النسبة العامة ديال البطالة كتعرف ارتفاع، إذا كما كاينش هذا الربط. اسمحوا لنا حاجة أخرى، هو هذيك 14 مليار ديال الدرهم ما تحسبوناش 12 مليار ديال ميثاق الاستثمار اللي موجه للدعم ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة، على الأقل بداو بعدا كاين بإصدار المراسيم اللي تعطلتوا عليها أكثر من 16 شهر واللي منصوص عليها في الميثاق ديال الاستثمار واللي كيطلب التنزيل. السيد الوزير قانون المالية 2025 جاء كيشهد على فقر الإبداع عند هذه الحكومة. اقترحنا عليكم كعدالة وتنمية كتعديل أنكم غتربحوا واحد 300 ألف منصب شغل بكلفة تقريبا منعدمة على الميزانية العامة، ما بغيتوش تجاوبوا معها. كنتمنى أنكم بحال اللي عملتوا على الملف المتقاعدين تستجبوا ليه، درسوا هذا الموضوع على الأقل وعندكم الفرصة ديال دراسة مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية. سيد رئيس سيد الوزير الحكومة ما دارش إجراءات كفيلة بتقوية الاقتصاد بما يؤدي إلى خلق مناصب شغل وفرص شغل. شكرا السيد نائب محترم.